يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله أن الذنب قد أثقل النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام ليس له ذنوب فهو معصوم، فما المقصود بما ذكرتم؟ معصوم ما هو معصوم من أن يقع منه خطأ يقع منه، لكن دون الكبائر. الأنبياء معصومون في التبليغ عن الله عز وجل، معصومون في التبليغ عن الله، هذا شيء مجمع عليه، ومعصومون من الوقوع في الكبائر أيضا. أما أن يحصل منهم صغائر قد يحصل، لكن الأنبياء يبادرون بالتوبة، وما ذكر خطأ نبي إلا وقرن بتوبته واستغفاره. وتجدون هذا في القرآن، كما حصل لآدم، كما حصل لنوح، كما حصل لغيرهم، ما يأتي ذنب ينسب لنبي إلا ومقرون بالتوبة. فهم معصومون من الصغائر في النهاية، معصومون من الصغائر في النهاية. وأما التبليغ عن الله وأما الكبائر فهم معصومون عنها في البداية. نعم.